Radiomed, une vague de bonheur. Sport Info. مرحبا بكم الناس الكل، هذه اخبار الرياضه من راديو ميد. الموعد غدوه مع المدرب الوطني جلال القادري اللي عقد ندوه صحفيه خلالها يقدم القائمه الخاصه باللاعبين المدعوين لمباراه بطبيعه المرتقبه الدوليه الوديه قدام المنتخب البرازيلي نهار 27 سبتمبر بالبارك دي برانس في باريس، بدايه من 7:30 ليلا. بالطبيعة التربص التحضير المنتخب ينطلق غدوة 15 سبتمبر. أكثر التفاصيل أكيد باش ناخذوها غدوة إن شاء الله مع المدرب الوطني. نذكروا أنه منتخبنا هو المنتخب البرازيلي قاعدين بالطبيعة في إطار تحضيرات للكأس العالم المنتظرة في قطر من 20 إلى 18 ديسمبر. نذكروا ببرنامج منتخبنا في كأس العالم، تعرفوا تونس ضمن المجموعة الرابعة باش تلاقي الدنمارك نهار 22 نوفمبر، أستراليا نهار 26 نوفمبر، والمنتخب الفرنسي نهار 30 نوفمبر. قدمت البطلة التونسية أنس جابر المركز الثاني في تصنيف لاعبة التنس بعد بلوغها الدور الثاني من دورة أمريكا المفتوحة للتنس، وتحصلت أنس على 1170 نقطة بعد بلوغها الدور النهائي للدورة المذكورة، وهكا يرتفع عدد نقاطها إلى 5090 نقطة متقدمة على أنا كونتافيت اللي تأخرت بمركز، وأنس كانت قدمت بثلاثة مراكز وهكا ترجع وتسترجع مركزها الثاني في التصنيف الصادر اليوم بطبيعة اللي هو مركز مشرف خلينا نقوله في عالم التنس. أعلنت رابطة كرة القدم الإنجليزية في بيان أصدرته اليوم أنه تقرر استئناف مباريات البريمير ليج والتشامبيونشيب وبقية البطولات بداية من غدوة 13 سبتمبر. وأشارت الرابطة في بيان أنه باش يتم عزف النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت قبل كل مباراة، بالإضافة إلى إلزام اللاعبين ارتداء شارات سوداء خلال المقابلات حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية. كانت هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ شريف.